من بغداد إلى الناصرية، جمعة أخرى أعادت للثورة صوتها الهادر وعدلت موازين القوى مجددا بعد أن ظنت السلطة وأركانها أن لها اليد الطولى في العراق عقب القمع الدموي الذي شهدته ساحة الاعتصام لا سيما في ذي قار على يد الميليشيات والقوات الأمنية. لأول مرة منذ نحو شهر على إزالة خيم المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد، تجمع المتظاهرون مجددا في مشهد يستعيدون من خلاله سيناريو العام الماضي عندما واجهوا الرصاص وقنابل الغاز بصدور عارية وقاوموا الاتهامات والتضليل الحكومي بوعي جمعي مثل صدمة للسلطة ومن يحاول شرعنة وجودها. متظاهرو بغداد أكدوا مساندتهم لإخوتهم في الناصرية الذين يواجهون ميليشيات الصدر، كما أكدوا على وحدة الصف الوطني أمام محاولات إحياء التخندق الطائفي، في إشارة إلى دعوة مقتدى الصدر الأخيرة لترميم ما سماه بالبيت الشيعي، فرد المتظاهرون بلافتات كتب عليها البيت العراقي. متظاهرو بغداد أصروا على مبادئ الثورة ومفاهيمها، فما خرجوا كما تقول شعاراتهم إلا بدافع وطني على نقيض الأحزاب والميليشيات التي تخرج عناصرها لغايات معروفة. لكن أكثر ما قد يثير حنق شركاء العملية السياسية هتافات التضامن مع الناصرية بوجه هجمات الميليشيات، حيث كشفت الناصرية اليوم حجم الرعب الذي تعيشه الأحزاب وكذلك عمق الفكر الثوري لدى العراقيين، فامتلأت ساحة الحبوب بالمتظاهرين المتمسكين باسترداد حقوقهم أمام موجات القمع التي كان آخرها مجزرة الجمعة الماضية التي راح ضحيتها 8 متظاهرين وجرح نحو 90 آخرين، فضلا عن استمرار عمليات ملاحقة الناشطين التي تنفذها القوات الحكومية. سنة واحدة من عمر الثورة كانت كافية لتمايز الصفوف وسقوط الأقنعة لجميع شركاء العملية السياسية، لا سيما أولئك المنادين بالإصلاح، حيث أظهرتهم كخيار حكومي يستخدم لفض حراك الشعب إن عجز القمع والوعود الزائفة، ما إن فشل الصدر وأتباعه بتصدر ثورة تشرين، حتى بدا من أكثر المحرضين على قتل المتظاهرين وأوغلت ميليشياته بدمائه.